أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أمس أنه لا يمكن للعالم أن يستوعب وجود كيانات كالكيان الإسرائيلي تمارس كافة أشكال القمع والتنكيل والإقصاء ضد الإنسان بحجة أن تلك الكيانات تتمنع بشكلها الديمقراطي. جاء ذلك في كلمة للغانم أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في لوساكا عاصمة زامبيا تحت عنوان تجديد الديمقراطية منح صوت للشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد رئيس مجلس الأمة بجمهورية زامبيا الصديقة، معالي السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، الأخوة أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لست بوارد أن أستغل هذه الدقائق المحدودة لأبحث بالتفصيل الجوانب التي نرى ضرورة أن يشملها التجديد الديمقراطي والعناصر التي من شأنها بث روح جديدة في مفاهيم الحكم الديمقراطي. وحتى أكون صريحا، فأنا اليوم لست معنيا بالحديث عن الجوانب المتعلقة بالشكل الديمقراطي، طرق الحكم، وسائل المشاركة، مؤسسات الحكم والتعبير الديمقراطي، آليات الاختراع، وأشكال البرلمانات وصلاحيات النواب، بل أجد نفسي ملزما بالتحدث عن المضمون الديمقراطي وعن تلك الجوانب المفاهيمية المتعلقة بالديمقراطية، عن مخرجات الحكم الديمقراطي كطريقة عيش هي الأقرب إلى مبادئ الإنسانية العامة. إن ما يخيفني ليس تعثر التجارب الديمقراطية أو جمودها أو عجزها عن مواكبة التطور الإنساني، إنما يقلق أيها السادة هو ذلك الاستقرار الجمعي على فكرة أنه طالما كان هناك شكل مؤسسي راسخ للحكم الديمقراطي فإن أي ممارسة لتلك المؤسسة حتى لو كانت مناقضة لكل مفاهيم الديمقراطية هو أمر يمكن التعايش معه وشرعنته. وهنا تكمن المعضلة والمفارقة، أن تلك المؤسسات التي نسعى إلى حمايتها وصونها وتجديدها خلقت لترسيخ جوهر الحكم الديمقراطي وفلسفته القائمة على التسامح والمساواة والعدل وصيانة حقوق الإنسان، ومتى ما تحولت أو حادت عن تلك الأهداف فإن خطرها يصبح أكبر وأعظم. أيها الأخوة، لا يمكن لنا ونحن في القرن 21 أن نستوعب وجود كيانات تمارس كل أشكال القمع والتنكيل والإقصاء ضد الإنسان بحجة أن تلك الكيانات تتمتع بشكلها الديمقراطي. وحتى أبتعد عن المواردة وفيكم مشقة التخمين عما أتحدث، فسأقول بشكل مباشر إنني أتحدث عن إسرائيل. إن ما يحز في النفس ويبعث على القنوط ويدفع بالشعور حول عبثية كل دعوات التجديد الديمقراطي هو مجرد استذكار عابر لما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نتحدث عن الديمقراطية وتجديدها وعن انخراط الشباب وننسى أن المفهوم الديمقراطي هو مفهوم حقوقي قبل كل شيء، مفهوم يتعلق بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المختلف والأقليات وغيرها من مفاهيم. أين تلك العناوين مما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ أنا لا أتحدث هنا عن صراع مسلح عابر أو بؤرة توتر وقتية، أنا أتحدث عن ظلم مستمر لأكثر من 70 عاما. إن أي حديث عن مساواة أو عدل أو حقوق إنسان هو كلام ساقط ومنقوص عندما نستدعي المشهد المنكوب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءا من العناوين الكبرى المتعلقة بحق تقرير المصير وطمس الهوية الفلسطينية والتشويه الديمغرافي ومسخ جغرافية الأرض والاستيطان واللاجئين، انتهاء بالمشاهد اليومية والعناوين الفرعية المتعلقة بمشاهد القتل والإيذاء اليومي. فنحن أمام كل ما يناقض الجوهر الحقوقي للمفهوم الديمقراطي. وإني أتساءل أيها السادة، هل توجد ندية ومساواة وتعادل في مشهد يومي لشاب فلسطيني يحمل حجرا أو سلاحا أبيض ليدافع عن بيته أو بستانه أو مدرسته أمام جنود مدججين بأسلحة القتل الآلية؟ الآن هذا الجندي المغتصب تمت شرعنة أفعاله الإجرامية عبر برلمان منتخب، يصبح إذن مدافعا شرعيا أمام هذا الفلسطيني الذي يتم تصويره على أنه إرهابي. هل توجد صورة ومعادلة أكثر عبثية من هذه التي أتحدث عنها؟ إن التسلح بالشكل الديمقراطي لفعل ما هو مناقض لفلسفة الديمقراطية أمر ينم عن سقوط مفاهيمي وأخلاقي وثقافي. إن الجميع وللأسف
يريد أن يطمس حقيقة أن هذا الشاب الفلسطيني مسلوب من سلاحه الآلي، نعم، لكن المجتمع الدولي ينسى أن هذا الشاب مسلح بحقه في الدفاع عن بيته وأرضه وممتلكاته وأهله، مسلح بقرارات من مجلس الأمن مضى على صدورها أكثر من 50 عاما، مسلح بمئات من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مسلح ببيانات الأنروا والفاو واليونيسف، مسلح بكل اتفاقيات جنيف الحقوقية الإنسانية التي تكفل حقه الطبيعي والفطري في العيش بسلام وأمن على أرضه وأرض أجداده، وحقه في إقامة دولته وتقرير مصيره. وأمام كل تلك الأسلحة الأخلاقية التي يتسلح بها الفلسطيني، هناك في المقابل ذاك الجندي الإسرائيلي المسلح ببندقية يقوم الكنيسة العنصري كبرلمان ديمقراطي منتخب بشرعنة إطلاق رصاصه المميت على كل حي أو جماد. هذا الكنيسة المتشدق بالعنوان الديمقراطي والموجود بيننا في هذا المحفل الدولي الحر للأسف هو ذاته الذي يصادق الصيف الماضي على قانون يسجن أي فلسطيني يرمي حجرا لفترة تصل إلى 20 عاما فقط لأنه يدافع عن أرضه وبيته. هو الكنيسة المتلبس بالرداء الديمقراطي الذي يصادق على قانون نزع المواطنة الموجه إلى فلسطيني الداخل الذين يعيشون في غزة حيث توجد زوجاتهم، لأنه لا يحق لهن الالتحاق بأزواجهم في الداخل الفلسطيني. هو الكنيسة الذي يحاول عبر قانون عبثي شرعنة منع زيارة آلاف السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. هل نتحدث هنا عن أين تصطف المفاهيم الإنسانية؟ مشكلة المجتمع الدولي إنه يرى بعينه أين تصطف جماعات السلام والخضر وحماية البيئة ومنظمات حقوق الإنسان ومتطوعو ودعاة السلام في العالم. إنه يرى كل هؤلاء متضامنين مع حقوق الشعب الفلسطيني، لكن هذا غير مهم طالما أن إسرائيل تقدم نفسها على أنها بلد ديمقراطي. أيها الحضور، لا بد من عمل ما سياسي وشرعي وحقوقي وقانوني ولائحي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني. على العالم أن يبعث برسالة واضحة وجلية مفادها أن الشرعية الدولية قائمة وذات مخالب، وأن بإمكان العمل السياسي السلمي الشرعي أن يوقف آلة القتل الإسرائيلية. عدا ذلك نحن نمضي إلى المجهول، إلى المناطق الموحشة، ونحن نهيئ الأرض لتسود البدائل التي لا أحد يعلم إلى أين ستمضي بنا. إن الإرهاب التقليدي وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وجهان لعملة واحدة يتعايشان على بعضها البعض. أنا أضع الجميع أمام مسؤولياتي الأخلاقية أملاً في تحرك ما ينهي عجلة الدم النازفة على مدى 60 عاماً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.